السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامجكم هنا البحرين من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. رئيس هيئة الكهرباء والماء يعلن نجاح إطلاق النظام الجديد والمطور لخدمات المشتركين. وزير التربية والتعليم يعتمد لائحة الانضباط الطلابية الجديدة لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية. ورئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يوقع اتفاقية تعاون مع الكلية الملكية الطبية الإيرلندية. بكم وإلى التفاصيل. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يقام المؤتمر الدولي الثاني في الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار فعاليات قمة الرياضة البحرينية والتي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع مبادرات خالد بن حمد الخليفة بتاريخ 8 من فبراير الجاري في فندق انتركونتيننتال ريجنسي البحرين، بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين في علوم المستقبل وتكنولوجيا الرياضة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي، رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي والمستشار التنفيذي لمركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. مساء الخير بك دكتور جاسم. بداية، ما أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات على المستوى المحلي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي؟ مساء النور لكم للمشاهدين. طبعا مثل ما تفضلت، هالنسخة الثانية، النسخة الأولى كانت بشكل افتراضي وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومن حرص سموه على مبادرات في الذكاء الاصطناعي وتطوير الشباب وبحث عن حلول متطوره في الرياضه. احنا عملنا هالمؤتمر. نعم. طبعا المؤتمر النسخه الاولى كانت الاول من نوعها في الشرق الاوسط ودول عربيه، حيث ما كان في اي مبادرات دخول التكنولوجيا في الرياضه والاستفاده منها من قبل الرياضيين والمدربين والاداريين والعاملين على الرياضه. وطبعا اليوم عندنا متحدثين من اسبانيا، بلجيكا، فرنسا، كوريا الجنوبيه، اللي عندهم خبرات واسعه في هالمجال ويقدرون الرياضيين والاعلاميين يستفيدون من المحاور الموجوده في المؤتمر. طيب دكتور جاسم، ما هي اهم المواضيع التي سوف يتم طرحها في المؤتمر الدولي الثاني في الذكاء الاصطناعي؟ طبعا دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المستقبليه كلهم دور فعال في المستقبل بشكل عام على الرياضه، وبشكل خاص في عمل الاداريين والمدربين والاطباء وايضا الاستثمار، بحيث انه من خلال تعلم الاله والخوارزميات وتحليل البيانات نقدر نتنبأ بالاصابات يعني بشكل استباقي، وننجز تمارين خاصه بالنسبة للاعبين من حيث مراقبة اللاعبين عن طريق كاميرات ذكية والرؤية الحوسبية والأجهزة الاستشعار، ونقدر ننظم ونراقب اللاعبين حيث تحركاتهم وأيضا الخطط للمدربين، حيث اليوم يوجد كثير من الحلول بحيث يعملون كمساعدين افتراضيين للمدربين في المستقبل. وأيضا طبعا بيكون أمور أخرى راح المتابعين يوم الغد يشاركونا ويشوفون كثير من التقنيات المستقبلية. نعم دكتور جاسم حاجي، رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي والمستشار التنفيذي لمركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، شكرا لك. أعلن المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء عن نجاح إطلاق النظام الجديد والمطور لخدمات المشتركين، والذي يأتي ضمن استراتيجية التطوير التي تنتهجها هيئة الكهرباء والماء خلال المرحلة الحالية، والتي ترتكز بشكل رئيسي على تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين بجودة وكفاءة عالية.
فيما أعلن سعادته في ذات السياق عن عودة جميع الخدمات الإلكترونية في كافة قنواتها بعد تحول النظام الجديد بنجاح. ولفت سعادته إلى أن النظام الجديد متكامل من خلال مواكبته لأحداث التقنيات والمستجدات. اعتمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم لائحة الانضباط الطلابي الجديدة لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية التي اشتملت المرة الأولى على المعالجات الخاصة بالمخالفات المرتكبة بالفصول الافتراضية أثناء التعلم الإلكتروني إلى جانب المخالفات المرتكبة في الفصول العادية أو خلال الرحلات أو الفعاليات أو الأنشطة المدرسية. وأسقطت اللائحة الجديدة معالجة الفصل النهائي من الدراسة أو الحرمان من التعليم، واستبدلتها بالتعليق المؤقت للمشاركة في الأنشطة أو الفعاليات أو الرحلات، والوقف المؤقت عن الدراسة أو تغيير النظام الدراسي، إذ كانت المخالفة جسيمة إضافة إلى الكثير من المعالجات التربوية الأخرى التي ترتكز على الخدمات المجتمعية ولا تحرم الطالب من الحصول على حقه في التعليم. وهدفت اللائحة إلى توفير بيئة آمنة أثناء التعلم بالمدرسة أو التعلم الإلكتروني عن بعد. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يطلق برنامج حياكم لتعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي. وقع الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري والسيدة سنيد لوسي رئيس تطوير الأعمال بالكلية الملكية الطبية الإيرلندية جامعة البحرين الطبية اتفاقية تعاون تهدف لتدريب الأطباء وتشمل برنامجا خاصا لتدريب الأطباء المقيمين. وأكد الدكتور الأنصاري أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات وتطوير وتدريب الأطباء بالمستشفيات الحكومية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة لتلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين والمقيمين بالمملكة. ومن جهتها أكدت السيدة لوسي أهمية توسيع آفاق العمل المشترك بين المستشفيات الحكومية والكلية الملكية الطبية الإيرلندية بما يدعم تعزيز مهارات الكوادر الصحية والطبية العاملة بالمملكة. أطلق مجلس البلدية الشمالية برنامج حياكم للقاء بالمجتمع المحلي في المحافظة الشمالية، وذلك بهدف التواصل وتعزيز العلاقات وتبادل الآراء والاستماع إلى ملاحظات ومطالب الأهالي الخدمية. وقال المجلس إن البرنامج سيبدأ خلال هذا الشهر، بحيث سينظم اللقاء مرتين في الشهر بمقر المجلس، حيث ستشمل لقاءات عامة لعرض جهود البلديين في الدوائر ونشر الوعي البلدي للمجتمع ومحاضرات توعوية، بالإضافة إلى لقاءات مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وتدوين مقترحاتهم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور السيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية. مساء الخير دكتور، بداية ما هي أهمية الأهداف التي يركز عليها المجلس البلدي الشمالي من خلال تدشين برنامج حياكم؟ مساكم الله بالخير. بداية نشكركم على هذا التواصل وهذا الاهتمام، ونعتقد بتواصلكم فنحن حققنا الهدف من هذا المشروع. هدفنا أساسا بناء علاقة تواصل مع المجتمع بمختلف أطيافه، نعم، والاستماع إلى مرئياتهم عن قرب بعيدا عن الاتصالات فقط. احنا عندما ندعوهم إلى المجلس نجلس معهم، نتحاور معهم، نتبادل الأفكار، وعمليا في تبادل الأفكار تبرز هناك مرئيات ممكن أن نصحح المسارات ونبني المسارات المتجددة في العمل البلدي، والتي تفيدنا جميعا وتفيد السياسات المشتركة للمجلس البلدي والمؤسسات الخدمية بشكل عام. نعم. وفي بعدها الاستراتيجي فإحنا نستطيع بهذا الأمر نحقق مسألة أساسية، وهي أساسا دعم مسيرة تعزيز النهج العمل الوطني
في إنجاز أهداف الأهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة. فهذا هي بشكل رئيسي ما هي تطلعاتنا لهذا الأمر وبناءنا لهذا المشروع. ونحن نعتقد عندما يأتي المجتمع لدينا ونجلس نتحاور معهم من الطبيعي أن نتوصل إلى المواقف المشتركة ونزيل بعض الغموم التي تعتري مواقف الآخرين أو مواقف المجتمع التي تكون بعيدة عنهم ولا يدركون مصاعبها ومخرجاتها. وبالتالي نحن بهذا الأمر نستطيع أن نعزز هذا النهج. إضافة لذلك هناك يعني في مجتمعنا هناك كفاءات وكوادر عندما يأتوا إلى المجلس نحن نستفيد من هذه الكفاءات والكوادر في رفضنا بالمرئيات المفيدة في بناء سياساتنا. طيب دكتور، كيف سيتم تنظيم هذا البرنامج وما هي مواعيد عقد البرنامج؟ البرنامج احنا راح نبدا مثل ما تفضلتم في نشرتكم الاخباريه بهذا الشهر، يعني في هذا الشهر راح يتم تحديد بدايه انطلاق هذا البرنامج ويكون طبعا يوم خميس. ونحن جلسنا وتحاورنا حول هذا الموضوع بحيث يكون تدشين البرنامج، بدايه انطلاق البرنامج بيكون انطلاق نوعي، وبالتالي راح ندعو شخصيات مسؤولة في بداية الأمر، شخصيات مسؤولة، شخصيات لها ثقلها في العمل الاجتماعي، في العمل الثقافي، ندعو فنانين، مثقفين، نشطاء اجتماعيين، نشطاء بيئيين، ندعو أيضا سيدات الأعمال ورجال الأعمال وكل العينات الاجتماعية التي ممكن أن تعزز قدرات عملنا البلدي. نعم. ونبني أساسا سياسة مستقبلية لتعزيز هذا العمل. نعم الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، شكرا لك. نشنت بلدية المنطقة الجنوبية حاوية مخصصة لمرتدي الدرجات الهوائية على امتداد شارع خليج البحرين المحاذي لجامعة البحرين من الجهة الغربية وحلبة البحرين الدولية إلى شارع بلاج الجزائر، وجاء ذلك انطلاقا من خططها لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتطبيق قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019. وكشفت بلدية المنطقة الجنوبية بأنه تم تركيب عدد 15 حاوية مصنوعة كليا من مواد معاد تدويرها بأشكال عصرية وبأعلى مواصفات الجودة بشارع خليج البحرين لمساعدة مرتدي الدرجات الهوائية على التخلص من نفاياتهم بسهولة دون الحاجة إلى التوقف عن السير، ولتعزيز المظهر الجمالي للمدينة والإسهام في رفع مستوى النظافة في شوارع المنطقة. وللطقس محافظات مملكة البحرين، إلى صفحة الوفيات. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نعيمة عثمان الحسيني والدة كل من طارق ومحمد الذوادي وجبر السويدي. تقبل التعازي للرجال في صالة الزامل بالحد يومي الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء. وللنساء في منزل ابنها طارق الذوادي في منطقة عسكر، منزل 174 طريق 5042 مجمع 950. إنا لله وإنا إليه راجعون.
نهاية البرنامج المزيد من الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة بقعة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.